هذا اللي أنا أتكلم عنه، هذا اللي أنا أقصده. اليوم عندك قطعة أرض، بس بسبب الاشتراطات اللي مفروضة من البلدية ومن الوزارة، تقريبا قطعة الأرض هذه ما هي ملكك بالكامل. يعني أنا إذا عندي قطعة أرض 600، أولا مساحة البناء 40%، ثانيا لازم تكون في ارتدادات أمامية وارتدادات خلفية وارتدادات على الجوانب بالنسبة للناس اللي بتبني. لذلك في ناس للأسف الشديد، للأسف الشديد، وهذا الخطأ أنا وقعت فيه في البيت الأول اللي أنا ساكنه الحين، أن نحاول قدر الإمكان أن احنا نقتصد أول شيء في التصميم وفي المكتب الهندسي على أساس أن احنا نوفر فلوس بعدين. لكن بعدين لما إني احنا نتفاجأ أن احنا دفعنا فلوس أكثر. لو احنا من البداية اشتغلنا على التصميم بشكل صحيح واخترنا المكتب الهندسي بشكل صحيح، ومن خلاله فيه ناس تعرف متطلباتك أنت ومتطلبات المنطقة المحيطة بك ومتطلبات الناس اللي موجودين حولك، لما يكون المهندس عماني، مع كامل الاحترام والتقدير لكل المهندسين، طبعا في مهندسين من جنسيات ثانية يعني ما شاء الله عليهم مبدعين فنانين وعارفين متطلبات الناس اللي موجودين في البلد، لكن لما يكون الواحد يفكر بطريقة يحاول قدر الإمكان أنه يخدمك فيها بقدر ما هو يفكر أيضا بعيدا عن مصلحته الشخصية، أنت في النهاية تطلع بعدة مكاسب في هذا الموضوع. اليوم اختيار المكتب الهندسي صار من الضروريات اللي الواحد يجب أن يحرص عليها، لأنك اليوم إذا دفعت 500 ريال أكثر أو 1000 ريال أكثر على التصميم وعلى المكتب، تأكد أنك بكرة راح تختصر أو راح تسيف، راح تسيف مبلغ أكبر. يعني اليوم تدفع 500 و1000 ريال على المكتب الهندسي، بكرة كن على يقين أنك راح توفر مبالغ أكثر. شفت أمثلة وايد لناس تكلفة البناء عندهم مثلا 70,000 75,000 لأن صمم في مكتب هندسي بسعر رخيص. لما نغير التصميم دفع مبلغ أكثر على المكتب، نزل سعر البناء تقريبا 9,000 أو 10,000 ريال. اختصر لك المساحة، اختصر لك وايد أمور، يرتب لك وايد أشياء، وبالتالي أنت المستفيد الأول والأخير. احنا دائما كعقليا نحاول ان نقتصد، خصوصا في البدايات، خصوصا في الاشياء اللي ما نشوفها داعي، لكن هي في الاساس ضرورية جدا وهي الاساس في عملية البناء. فمن البداية اشتغل صح عشان بعدين انك انت تلاقي النتائج الافضل والنتائج الاميز لك كشخص في عملية البناء. انا مثل ما قلت لكم عندي وايد اخطاء في عملية البناء الاولى في البيت الاول، الحين ان شاء الله افكر اني انا اتفاداها بشكل صحيح، وإن شاء الله أني أنا أقدر أتفاداها في البيت اللي راح ينبني حاليا. الله يتمم إن شاء الله على خير. عموما بشوف شغل المكتب بالكامل إلى الآن، وبعدين إن شاء الله إن شاء الله لما يكون الوضع تقريبا في الجاهزية التامة راح أقول لكم على المكتب إذا ما كان يستحق طبعا، وإن شاء الله أنه يستحق وهو من الناس الثقة واللي أنا أثق فيهم بشكل كبير جدا. راح أقول لكم على المكتب اللي اشتغلت معاه لتصميم البيت. الله يحفظكم إن شاء الله. الحين نروح عندنا بعض المشاوير، نكمل مشاويرنا ونكون معاكم دائما وأبدا. تحياتي لكم.